يا هلا سنابيز، جبت لكم احلى مفاجاه، اروق مكان في الرياض وزين قهوه. وش رايك بالقهوه يا ريت؟ تفوز تفوز قهوتهم. الحين بحط لكم اللوكيشن، ارفعوا الشاشه على فوق وتحصلون خصم احلى واقوى خصم لكل متابعيني. يا هلا والله. اوف اوف اوف، وش السالفه؟ لا يكون عندهم ميسي. شفت هذا سنبي عامد؟ ايش اسمها ايش اسمها يا ابويا؟ من كثرهم نسينا اسمها، كل ما حفظنا اسم طلعت واحده ثانيه. ايه ذي السخيفه اجوان. ما شاء الله عليك حافظ اسمها. انا يلا حافظ اساميكم، تعالوا نشوف ايش السالفه. ما شاء الله ما شاء الله، كلكم مجتمعين على هالمقشع. يا قليل الأدب، يا قليل التربية. أنا أوريك الكوميدي، كل شيء مسجل عندي. أنا قلت شيء يا عيال؟ يا أخي ما أنت بصاحي، وش جاك تغلط عليها؟ والله لو رفعت عليها قضية أني أروح فيها. يا حبيبي ما غلطت عليها، أنا قلت الحقيقة، وجهها مقشع. ترى تقدر ترفع عليك قضية تنمر في مكان عام، وفيها غرامة وسجن. انتبه يا عامر، يمكن يقبضون عليك. لو سمحت يا أختي. أنت تسبني وتلحقني لبيتي؟ والله أنت ما تستحي على وجهك. الحين أنا أوريك أبلغ عنك الشرطة. لا لا خلاص خلاص، بمشي بمشي. راح وش في سنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فيك شيء؟ فيك شيء يا عامر؟ ما فيني شيء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شفت حلم مزعج، شفت وحدة رابطة رجلك بحبل وتسحبك. وبعدين وش صار؟ ما أدري. الله يحفظك من كل شر. طيب وشلون شكلها؟ مقشع ولا حلوة؟ ما أتذكر يا أمي. اسمعني، راح أتوضى وصل وأقرأ أذكارك. طيب طيب. تم القبض. تمكنت شرطة الرياض من القبض على مواطن في العقد الثاني. شفت حلم مزعج. شفت حلم مزعج. شفت حلم مزعج.